طيب خليني اكمل مع حضراتكم. نتكلم كمان امبارح كانت يعني بداية فترة كمان التوقف الدولي، بنتكلم طبعا لشهر مارس، وكمان اللي هتمتد حتى يوم نتكلم 30، وهتقام خلالها كمان العديد من المباريات القوية بين المنتخبات. نتكلم هنا المنتخبات الأفريقية هتلعب خلال فترة التوقف الدولي جولتين من التصفيات المؤهلة، بنتكلم لأمم إفريقيا 2023. طيب بالنسبة للمنتخبات الأوروبية، المنتخبات الأوروبية هتلعب التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2024، أما منتخبات قارة أمريكا الشمالية هتقود جولتين من بطولة دوري أمم الكونكاكاف، وهتلعب منتخبات كاراتاي آسيا وأمريكا كمان الجنوبية مباريات مفروض ودية دولية. طيب ده بالنسبة لرياضة، أو خلينا نقول على كرة القدم.